خالد من جديد. كابتن عبد الظاهر، هل قدم منتخبنا الوطني نفسه اليوم كمرشح اول او مرشح قوي للبطوله؟ بشكل كبير. نعم. والفرق كلها بتتكلم، عاجبني جدا اللهجه بتاع الفرق ان هم عاطينا وضعنا وعاطينا تاريخنا. الصراحه اللعيبه دي ورثه ورث تقيل يعني بسبب هذا الرجل يعني الكابتن حسن شحاته، طبعا ورث عقد الامور لاي حد يجي يمسك بعديه. اللعيبه زائد التاريخ بيدي تقل للتيشيرت يا كابتن. نعم. زائد انها في بلدك طبعا، في مكانك، في استادك، وانا باكد على الموضوع ده ان اللعيبه لازم ان ده لازم يحسوا ويتاكدوا ويتيقنوا ان الجمهور اللي هيجي ده جمهورهم هم، مش جمهور المنافس. على فكره بشكل كبير او اللعيبه دي كلها ما لعبتش في استاد القاهره. استاد القاهره اللي ما يعرفوش ده اسمه استاد الرعب، استاد الرعب عند الفرق. نعم. الثانيه. فاللعيبه لو ما خدتش ان الجمهور ده بتاعها والاستاد ده ارضهم واستغلوا النقطه دي، لان احنا كنا دايما نقول وكابتن حسن كان دايما يقولنا في 2006 احنا مش احسن فرقه، لكن احنا احسن ناس عايزه تاخد البطوله. من اول جمهورنا كان له عامل كبير جدا في المباريات يا كابتن. يعني ممكن كنا ساعات ما بنبقاش موفقين، لكن صوت الجمهور قبل الملعب، قبل ما نبدا المباراه وساعه المباراه، وكلمه يا رب، وكلمه هنكسب يا رجاله، دي كانت عندنا حافز كبير جدا علتنا. انا اقول لك اكتر من 60% النهارده. طبعا. نعم. طبعا يا كابتن، الفرق المنافسه بتاعتك بتنزل خايفه منك بشكل كبير جدا. نعم. فكل ده معانا. نعم. كل ده معانا بس بشروط. بشروط ان انت واحد تطلع اول مجموعه، لان انت لما بتطلع صحيح. اول مجموعه سكتك هتبقى سهله. صح. يعني تاخد احسن توالت من الفرق الثانيه، فده ان شاء الله تحفزك. طول ما انت بتكسب طموحك بيزيد وثقتك بتزيد والمنافس بيخاف منك، وده لازم تصدره. يعني انا الحته مش عجباني ان انا كنت لازم افوز على تنزانيا وغينيا 4-5. ده بيدي مسج رهيب للفرق التانية اللي قال عليها كابتن حسن ان انا ممكن كنت العب التشكيل الاساسي بكل قوتي وبعدين اسحبهم. نعم. اسحب على قد الاجهاد البدني، كله عنده بدني، لكن احنا في مرحلة اجهاد ولا مش اجهاد، مرحلة ان في واحد زي ما احنا بنقول مليان البدن ده عنده مليان. نعم. احنا خلاص كابتن في نهاية السيزون ده صحيح. فطارق حامد مثلا حتة ذكاء من اجيله طبعا انه سحبه في تاني عايز راحة فعلا، وطبعا ونبيل دونجا كمان ما حسسناش بفرق اللي اتكلم عليها كابتن حازم. هل اللعيبة كلها شبه بعض؟ يعني احنا 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 كنا جيل كان واحد يقوم عامل كده وواحد تاني قليل، انما انا شايف ان الجيل ده كله طبعا باختلاف 2 أو 3 كله شبه بعض. نعم. يعني انا النهارده لو غمضت واديت تشكيل انا شايف ان كله هيلعب، لان هم كلهم فرجونا على كره حلوه سواء في تنزانيا. الاداء الجماعي حلو قوي هجوميا، لكن الاداء الدفاعي لازم عليكم منتات، لازم تمام. اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب.